السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف دفع هذا الفلسطيني عن الجزائريين، تابعوا معنا هذا الفيديو. شو قصة التحامل في اللايفات على كل ما هو جزائري؟ طبعا أنا لست مخول أن أدافع عن الجزائر، فالجزائر لها رجالها الأحرار والحرائر في كل زمان، بس من نابع أنه يعني ليش كل هذا العداء؟ ليش كل هذه الكراهية من والحقد من كل تقريبا بعض الدول العربية؟ كنا زمان أسمع أنه في دولة معينة بتكن عداء للجزائر، بقول ما عليش لأنه في بناتهم خصام وحزازية وتجاذب وما إلى ذلك، بس في كمان أضيفت إلى السلة بعض الدول. لكن صدقوني يا جماعة الخير، والله الجزائر راح تضلها جثمة على صدوركم وشوكة في حلقكم.